أجدادي أجدادي الغاليين وحشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوه كتابي، وبقوا صحابي جوه كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا ترماي؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ ده انا عندي البنوره يا بيه، بنورة النورة المصدورة، أفتحها وأشوف أثرات ومعالم مشهورة عمرها بالوف. أتصور جنبها كم صورة والآخر أقول الفزورة، أتصور جنبها كم صورة والآخر أقول الفزورة زي المألوف. الهبره كدبره، الهبره كدبره، الهبره كدبره، الهبره كدبره. كلمه سر تدوس على السر، كلمه سر تدوس على السر، مره تقر ومره تفر، مره تقر ومره تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. أسجل اللي أشوفه وقابل جد خوفه وجد عمرو لما نزل في اسكندرية، منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطارد جيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراية مينا في أبيدوس. ناخد مع بعض وندي والطرب النموناكشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسك حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة. كلمة سر تدوس على السر، كلمة سر تدوس على السر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. ترفع الطهطاوي، يا سلام يا سلام، سلام يا سلام، يا سلام يا سلام. وصلاح الدين الأيوبي نضرب له سلام، نضرب له سلام، نضرب له سلام. وجمال الدين الأفغاني كانت أيام جدودنا كانت
حبيتوها حترجعوها للناس منارة. بجهودكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبداد، راح يرجع مجد الأبداد. بس يا استاذ عنها بقى، ورحت اشتريت طنبيل، طنبيل صغير لشحيبر ابني. شحيبر؟ هو ابنك اسمه شحيبر؟ اه. يعني طب ليه ما سميتوش اسم من الاسماء اللي احنا بنسمعها دي؟ يعني مثلا وائل، علاء، لؤي، اسم يدلع كده. انما شحيبر ده الواحد يدلعه يقول له ايه؟ طب ما انا بدلعه فعلا يا استاذ. بتدلع شحيبر؟ اه. بتقول له ايه؟ بقول له يا فتحي. طب ما كنت تسميه فتحي من الاول وخلاص. والله فكره يا استاذ. انا اسميه فتحي وادلعه اقول له يا شحيبر كده. اطلع بره، اطلع بره. حاضر. سوقي تعال. ايه مالك؟ خير اللهم اجعله خير، ما بتنحش ليه؟ انا مؤاخذة نسيت يا استاذ. طب اتفضل، ما تعملش كده تاني مرة. تحب ترجع لسنة 1925؟ لا لا يا عزة، أنا ما بحبش السنة دي. ليه يا أستاذ؟ لأنها اللي ابتدى فيها السنة دي، اللي ابتدى فيها احتلال دولة الفرس لمصر بقيادة الملك الفارسي قمبيز. طب واستمر قد ايه الاحتلال الفارسي لمصر ده؟ استمر 193 سنة. لا لا لا، بلاش يا عزة، بلاش توديني الفترة دي خالص، أنا ما بحبهاش. طب أمال عايز ترجع إمتى يا أستاذ؟ عايز أروح سنة 332 قاف ميم. يا ترى في ايه؟ الناس فرحانين وبمناسبة ايه؟ عاشوا العظيم. انتوا ما بتخافوش مني؟ ابويا قال لنا المصري ما يخافش، احنا بس مستغربين شكلك. انت مين؟ انا مين؟ انا عمو فؤاد. كل الاطفال اصحابي وانا صاحبهم، هما بيحبوني وانا بحبهم. انت بقى اسمك ايه؟ تي تي. تي تي، عاشت الاسامي، ما شاء الله ما شاء الله. وانت اسمك ايه؟ ريمي. ريمي، ريمي فاصول لا سي. حلو. طب قولوا لي بقى، مش البلد اللي احنا فيها دي مش اسمها قريه راكودا؟ ما بقتش قريه، بقت مدينه واسمها اتغير كمان، اسمها عروس البحر. عروس البحر؟ هايل. لكن الناس هنا فرحانه ليه؟ الامبراطور راح واحد سيوه وتسمى ابن امون. اتسمى ابن امون؟ هو خد الجنسيه المصريه بقى. ما هو ما كانش مصري. طب بص وراك كده. ايه بتضحك على ايه؟ طب بص وراك كده. ابص ورايا. هايل. هذا بسيط، بسيط قوي. شاطر حسن وهو ماشي قابل عزه وقال لها يا عزه الهبرك دبره. شفت يا عزة الناس كانوا فرحانين قد ايه؟ طبعا يا استاذ، عشان الامبراطور احترم ديانة امون المصرية وانتسب ليها وتسمى ابن امون. لا، وفرحانين كمان علشان حاجة تانية، علشان هزيمة دولة فارس وخروجها من البلاد. الظلم خلاص انتهى يا عزة، انتهى. امال طلبت ترجع ليه يا استاذ؟ خفت من ذوي الحراب؟ ما شفتيش منظرهم كان عامل ازاي؟ ولا يهمك يا استاذ، البركه في زرار الانقاذ. ايوه زرار الانقاذ يا خوفي، لا تسوقي يا في زرار الانقاذ ده
ويعملوا زرار لجاكيت الشحيه بره. عزب، عايزك ترجعيني وتوديني قصر الامبراطور. نشكرك يا مولاي على احترام دين آمون. البلد دي مش غنيمة خدناها. عايزكم تفهموا إن مصر أمانة في إيدينا. لازم نحافظ عليها ونصونها في عينينا. أنت مين؟ أنا واحد معجب بيك. جيت لك من الزمن الآتي علشان أنتهز الفرصة وأحييك. اسمك أشهر من نار، أشهر من الزمن الدوار، وشجاعتك وبطولتك نبلك وشهامتك كل صفات الدنيا الحلوة اجتمعت فيك. ولو إنك مش جدي ولا دمك دمي ولا أرضك أرضي، بنتهز الفرصة وحييك. تعرف ليه؟ قول ليه؟ لانك ما ظلمتش حد من المصريين، كنت على بلاد الحب امين، والعدل اخدت عهد عليك، حبيت مصر وخليتها وشم على ايديك، ونسيت الدنيا نسيت مقدونيا، وجيت مصر وخليتها في عينيك. توتا 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 آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. توتا 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 بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة، الفصورة في البنورة، من يوم واحد إلى تلاتين هنشوف هنشوفها هنشوفها، والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين 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 مين، وهو ده المطلوب يا ولاد. عم فؤاد عم فؤاد عم فؤاد ويا الأجداد، عم فؤاد عم فؤاد عم فؤاد ويا الأجداد، راح يقابلهم واحد واحد ويدردش مع تلاتين واحد، يحكي حكاية مصر الغالية ويفكرنا بالأمجاد. Wait, wait.